ده؟ انت لسه هنا؟ افتكرتك رحت الشغل. الشغل ده يا طنط للناس اللي عندهم امل في بكره، لكن انا شايله هم النهارده ومش عارفه هخرج منه ازاي. وشايله الهم ليه يا حبيبتي؟ ما انت نايمه في حضن جوزك، واخوك بسم الله ما شاء الله عايزه الجن. حضرتك شايفه كده؟ ما هي دي الحقيقه. الهم ده اتوجد للي زيي. يا طنط انت من حقك تزعلي، لكن مش من حقك ان انت تعلقي ذنبها في رقبتي وفي رقبه اخويا حسام. انا عايشه بس عشان اخد بطر بنتي. تاخدي بطرها من مين؟ تاخدي بطرها من ناس مالهمش ذنب في اللي حصل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازره وزر اخرى. اخوك السبب في اللي حصل لبنتي. ده قضاء وقدر، وحسام نفسه كان هيروح فيها لولا ربنا ستر. يا طنط انت انسانه مؤمنه، واعتبري ان ده اختبار ليكي ولينا كلنا. وبدل ما تفكري ان انت تنتقمي لبنتك او تفرقي بيني وبين جوزي، اعتبريني انا بنتك اللي ربنا عوضك بيها عن سلمى الله يرحمها. مفيش حد في الدنيا دي ابدا زي سلمى بنتي. دي بنتي الوحيده اللي اتخطفت في عز شبابها. اتخطفت مننا كلنا مش منك لوحدك. سلمى كانت صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، وكنت بعتبرها زي اختي بالظبط. لو بتعتبريها زي اختك بالظبط يبقى قطعي علاقتك باخوكي. ايه؟ قطع علاقتي بمين؟ حسام ده مش اخويا، حسام ده ابويا اللي رباني وجوزني وسلمني لجوزي اللي هو ابنك. ولو انت في مكاني عمرك ما كنت هتقدري تعملي كده ابدا. انت لا يمكن تكوني في مكاني ابدا. انت اللي خلفتي ولا ربيتي ولا كبرتي، ولا بنتك ماتت في عز شبابها. فحضرتك بقى شايفه ان اللي هيريحك يا تقطعي علاقتي باهلي يا تفرقي بيني وبين جوزي؟ هو ده العدل من وجهه نظرك؟ من الواضح ان حبك للانتقام نساكي انسانيتك في لحظه ضعفك. بطلي بقى كلام الانشا اللي انت عماله تقولهولي من الصبح ده. واضح خلاص انك اخترتي. اصل حضرتك بتخيريني بين اهلي وجوزي، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فلقتيني بكلامك ده. انا جمعكم النهارده عشان نعرف راسنا من رجلين، واللي ليه حق ياخده. حج ايه يا ام حج؟ الارض يا نجيبه اللي ابوكي واخواتك حطوا يدهم عليها وما دفعوش ايجار على حد دلوك. ايوه ده مالنا ومال ابونا الله يرحم، ولا ممكن نفرطوا فيه واصل. ايوه ومالنا ومال جوزنا الله يرحم. بصراحه حكمه بتتكلم صح. الهي يبارك لك يا حكمه، والله من غيرك ما كناش عارفين هنعملوا ايه. واه 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 واه، انتوا هتعوموا على عمها ولا ايه؟ وما يعوموش على عم ليه؟ وانا بتكلم غلط ولا بتكلم غلط يا اختي؟ ومالك كده نفشه ريشك وعامله فيها ليمونه في بلد قرفانه؟ عشان بتكلم في الحج، واللي ليه حج عينه غليظه. توحدوا ليه يا جماعه؟ ما يصحش كده، ده احنا اهلي برضه. اسكت انت يا دكتور البهايم، مالكش صالح بحديث الحريم. اديني سكتها، انتوا حرين. حسك عالي ولسك بتتكلمي. وما يعلاش ليه؟ وانت احسن مني ولا احسن مني؟ أنا هنيه من بيتك كبير وعصبي بطاش زيه، يعني من النهارده الكلمة لازم أن تكون كلمتي، والزمن اللي فات ولا ومات. عندك حق، لكن من السعادة كلنا ولاد تسعة. الله ينور عليك يا حكمة. شديد اكتمنت اتكتمت ها. وعشان كده لو أبوكي وإخواتك ما دفعوش الإيجار هيشوفوا مني اللي عمرهم ما شافوه. هتعملي إيه يا حكمة؟ هخلي عمي يصدق بيه يشوف شغله معاكم ويمشيكم على عجين ما تخربطهوش. ده كده احلوت قوي. اكفي الخشمك يا فرج، هو انت لازم تسمع لك كلمتين زي اللي جابلك؟ حاضر يا ست وداد، هكفي الخشم اهو، ده انتوا اللي داخل بناتكم مفقود. بص يا حكمت، اعلى ما في خيلك اركبيه، وان كان في مركب الجلع حليه، وبجي وريني هتعملي ايه. اللي بيقول هعمل ما بيعملش. بكره تشوفي اللي قدامك دي هتعمل ايه. ماشي، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. صح، والشاطر اللي يضحك في الاخر. وانا ها وانت ها. الف مبروك يا حبايبي، عقبال الفرح بقى ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله.
وقت الفرح باذن الله هتكون الظروف اتحسنت. هنعملهم حفله كبيره قوي ونفرح عرايسنا ان شاء الله يا مدام علي. مبروك يا محمد، مبروك يا رهام. وصيتي ليكي بقى انك تخلي بالك منه عشان ده زبق والعبان. زبق والعبان؟ ايه الكلام اللي اتلغى ده؟ ده بدل ما تقولي خلي بالك منه. ولا ايه يا حسين؟ مبروك يا محمد، عشت وشفتك عريس. الله يبارك فيك، انا متشكر قوي يا حسين. زمان كنت بطولك، دلوقتي ما بقتش لوحدك يا حماد، معاك امانه. حافظ على مراتك. يا سمنير، انا اخويا رحت قلت عدولي وما سالتش فيا حتى لو بقالو. ازيك يا شعبان؟ شعبان شعبان كده حاف من غير معلم. يا عم اشفط بطنك وعدي، مفيش بين المعلمين حساب. على رايك ما احنا من بكره هنبقى زي الاخوات وشركة. لا 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 لا، انسى انسى موضوع الشراكه ده خالص. ليه؟ مش فاهم. اصله بينه وبينك كده افتكرت مثل حلو قوي، مثل شعبي جميل، بقول لك قطه ملك ولا جمل شرك. وانا بينه وبينك اخترت القطه، لا شريك ولا فريك. فريك ايه؟ هو انا مؤاخذه يعني جايب لك وزه بقول لك احشيها؟ ما تفهمني يا عم الحاج، انا قلقان، كلامك ده قلقني. عايز اعرف المؤاخذه يعني راسي من رجليا. اصله اخويا معتز تعيش انت، ابويا تعب وديناه المستشفى وقريب قوي احتمال احلف برحمته يعني. وبيني وبينك بقى ساعتها ابقى انا صاحب المال، هتصرف فيه زي ما انا عاوز. فهمت؟ يا شاهين ده انا مش فاهمه انت جايه تباتي عندنا ليه وسايبه بيت جوزك؟ قصدك بيت اهله يا ماما. اهله هم اهل جارينتي. عندك حق يا حسام، بس انا مش فاهمه بقى امتى هنروح بيتنا ونرجع نعيش لوحدنا تاني. يا بنتي واحده واحده، وبعدين اللي ماتت دي مش قطه، دي اخته الوحيده. بعدين لازم يبقى مع اهله في الظروف اللي زي دي. طيب يا ماما، اهو مسافر اسيوط عنده قضيه وهيغيب فيها 3 ايام، سيبيني بقى اقعد معاك اونسك شويه بدل ما اخواتي طول الوقت سايبينك لوحدك. والله عندك حق يا بنتي، الا محمد ده ما بيحبش قعده البيت ابدا. ده خلص القعده من هنا وخد عروسته وجري يسهر بيها بره. سيبيهم ينبسطوا يا ماما شويه. معاك حق يا شاهين، سيبيهم ينبسطوا يا ماما شويه. ربنا يبسطهم يا رب. امين يا رب. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن من النيابه. انا اسف يا فندم مره ثانيه، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى شند، مع اذن النيابه فعلا. المهم يا ادخل خلاص يا ماما، مفيش حاجه. طب حسام عايزها؟ في حاجه غلط اكيد، هعرف فيه واجي على طول، ما تقلقوش. يلا يلا ماشي يا باشا، تحت امرك، توكل على الله. اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع، يلا خلي بالك من نفسك، خد امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا، امشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. كسروا في البيت كمان، كسروا في البيت. هيا ساعدكم يا باشا، مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاع
كنت جايبه ايام الله يرحمها، حته من جهازي. اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه. مش حسام بيه، احنا اسفين، مضطر اقبض عليك. ومعتز اخوكي فين يا منيره؟ ده وحشني قوي. اصله في مأمورية يا حاج، واول ما يخلصها هيجي لك على البيت على طول. ما انت عارف يا حاج ان وقته مش ملكه. والله يا حاج معتز ده صعبان عليا قوي قوي. ربنا يعينه ويديله على قد نيته. ناولين العصاية عشان اخش الحمام قبل ما نروح. اتفضل يا حاج. يا قوي اساعدك يا حاج. لا خليك يا حبيبتي. ما انا عارف اقول له معتز مات ازاي. ومين سمعك يا حبيبي؟ والله ده انا قلبي بيتقطع عشان الحاج. لا بقول لكم ايه بقى، ولا قلبك اتقطع ولا حاجه، سيبونا الطلعه دي محدش له دعوه، انا اجيبها له وش كده سلكاوي. ولا طلعه ولا نازله، تعرف تتكتم وتخرس خالص. جرايه منيره، ايه لك كاتب ده؟ بعدين ده انا بهدي النفوس. اوعى اوعى حد يقول له معتز مات. لو ده لو شاف الخبر هيطب مننا. اوعى ساكت. طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي لقيناه في شقتك؟ قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني، سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق. بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينه ان مفيش اي كسر في كالون الباب، ونوافذ الشقه كلها سليمه. يعني اللي دخل دخل بالمفتاح. معاليك احنا بشر بني ادمين وجل من لا يسوى، ممكن اكون نسيت باب مفتوح، شباك مردود، واللي دخل دخل منه يا فندم. ده وارد برضه. بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهوله داخل شقتك. يا باشا احنا رجال قانون وانا رجل شرطه، يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عامله زي دي لا هيسيب بصمات وراه يا اما هيلبس جوانتي. انا عملي كرئيس نيابه مبني على البراهين والاثباتات مش بالوايم يا سياده المقدم. بقول لك ايه؟ ما تعترف. يا باشا ما يصحش كده يا فندم، ما يصحش كده. والله العظيم ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. ثبت بالمعاينة وجود مبلغ 250 ألف جنيه جوه الصندوق، وإقرار الذمة المالية اللي أنت قدمته خالي من المبلغ ده، وده معناه إن في شبهة تواطؤ بينك وبين مجموعة المهربين. يا فندم مجرم، مجرم أنا قابض عليه قبل كده 100 مرة، طبيعي إنه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم أنا ليا اسم في الداخلية، حضرتك تقدر تسأل زمايلي عندي وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك إيه؟ اهدى بقى كده وقول لي إيه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الإدارة بتاعتك عن مجموعة المهربين دول. كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد، بيجيب لي اخبارهم اول باول. اسمه ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اسمه طاهر المشطيه يا باشا. بس من فضل معاليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطشة هيذبحوه وهيغيروا سيستم شغلهم كله، ونرجع من تاني بقى حوريني يا كيكا والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك اوامر تانية. امرنا نحن هشام رشوار رئيس النيابة استدعاء السيد طاهر المسطيهي المشار إليه في المحضر لسماع شهادته في سرية تامة، كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيق، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. يا بنتي أنا ما أقدرش أسيبك لوحدك أنت وبنتك في الظروف دي. البنت بتبقى عليها عين والأرملة عليها 1000 عين تراقبها، يعني لازم اقعد معاكي، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيب اخوكي مع الحربايه اللي اتجوزها دي وجابها لنا. والله ما انا عارفه اعمل ايه. عارفه يا ايمان، اسلم حل ان احنا نقعد كلنا مع بعض. يا ماما هو انا ناقصه اهرب اكتر من اللي انا فيه ده؟ يا رب خدني وخلصني. شر عليكي، ما تقوليش كده، وحدي الله. سيدنا محمد رسول الله ارحمك يا معتز ويجعل مسواك الجنة.
شدي حيلك أمان. قلبي عندك يا حبيبتي، ده أنا قلبي بيتقطع عشانك. أقولك نصيحة، تاخدي بنتك في إيديكي وتطبي على بيت حماكي وتقعدي على قلبه هناك، ما تطلعيش من البيت إلا لما تاخدي حقك وحق بنتك تالت ومتلت. وفقري نصيحتك لنفسك يا لولا. حق عليا أنا اللي عايزة مصلحتي. خليكي في حالك أنت اللي فيها مكفيها. اسكتي دلوقتي يا لولا. أديني سكت يا عمر، على رأي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجه الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعميل وسط مجموعه المهربين، وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط. هو اللي زرعني، حسام بيه جابني من البوفيه بتاع اداره المباحث. ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهاديه، وعلى راي المثل يا باشا ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصه حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشا. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني زي عمله رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ اجرامي على قدي وبالمستندات. قال ايه؟ اني فلاح من كفر الشيخ، مع اني اني اصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبيه. وبعدين؟ وبعديه راح رميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشا، يا سلام، فؤاد ده كان اهم واحد من رجاله البطاش، واني كانت كل مهمتي اني اخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشه. وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقه مباشره مع منصور البطاش او حد من ولاده؟ كدب خيبه يا باشا. قول. اني ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش شغال عندهم؟ طب انا هقول لك ايه؟ ما هو اصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان اقوم بالمهمه دي. من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت ايمي، يعني من الاخر جمايله مغرقاني. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ وضح كلامك. يا سعاده الباشا، العين ما تعلاش على الحاجب. اني كل مهمتي هناك اني اراقب اللي بيحصل واقوله لحسام بيه، لكن لا اقدر اساله ولا راقبه. انت بالك قد ايه شغال عند البطاطش؟ بقالي سنتين، وكل مره كنت انزل فيها مصر كنت اجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده شويه كركديه، على شويه فول سوداني، على شوية فسيخ. وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعادة، وانا اقعد معاه يسألني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخلية لحسابه؟ ده كلام برضك يا باشا. يعني هو لو هيجند ناس في الداخلية انا هعرف؟ ده انا هناك ماليش لازمة، ده انا هناك خدام. خدام يا سعادة الباشا، والكبير لا يمكن يقول حاجة زي دي قدامي. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا باشي. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكاية توقع دي؟ طبعا، مش هي دي أقوالك؟ أيوة أقوالي، بس يعني حياة أبوك يا شيخ، وحياة نور عينيك، وحياة الغالي عندك، اللي أنا قلته دي يفضل سر بيني وبينك، لأن ده ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك. الله يطمنك يا أمير يا ابن الأمرة يا سكر. أدينا يا حاج جمعتهم زي ما أنت عاوز. خير يا حاج، عاوز تقول إيه؟ بقالي فترة كبيرة ما شفتش معتز ولا كلمني حتى في التليفون. هو إيه الحكاية؟ ما أنا قلت لك يا حاج إن هو في مأمورية. بالظبط كده، واول ما هيخلص هيجيلك على طول. ايوه يا حاج، هو دلوقتي معتز يعني وقته مش ملكه خالص دلوقتي. يعني انا حاسس انكم مخبيين عني حاجه. لا والله ابدا يا حاج، ما بنكذب، احنا بنقول الصراحه. قلبي متوحش عليه، انا هكلمه على الموبايل بتاعه، عايز اسمع صوته واطمن عليه. ايوه صح كده يا حاج، كلمه كلمه حاج، كلمه. يكلم مين يا شلبي؟
الموبايل بتاعه يا حاج مقفول عشان المأمورية سرية. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ أنا عايز أعرف ابني جراله إيه؟ أنت عاوز الصراحة يا حاج؟ أيوة الصراحة، اتكلم يا منير. الصراحة بقى يا حاج، الله يكون في عونك. ما تسكت أنت يا شلل، إحنا فين ولا فين؟ والله جرى إيه يا عفيفة؟ أنا ليها منك ولا من منيرة؟ وبعدين ده أنا جاي أهدي النفوس. أنا معاك خلاص، صعبان عليا. أنا مش قادر أسكت أكتر من كده. أنا لازم أقول الصراحة. قول الصراحة، اتكلم. معتز أخويا ماله؟ مات يا باشا. انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه وكان انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة، والمقدم حسام غلط واللي غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن رئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جاهل يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانة الصعيد أول الرقصة حنجلة. والنسر اللي معلقه على كتافك حخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير وما راحش. والله العظيم يا محمد ما أعرف حاجة عن الفلوس دي. أنت تصدق إن أخوك يعمل كده؟ طبعا لا، أنت بتحلف لنا يا حسام. تلاش إن شاء الله ربنا هيقف جنبك ويظهر برادتك. أنت مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف. عارف ومش مستغرب إن هو خسيس. بس يبقى خسيس لدرجة إنه ضيع مستقبلي ليه؟ ليه؟ أنا وراه لحد ما يعترف إنه شهيد زور. مش هعترف. مش هعترف وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في الماء العكرة عشان يوسخ سمعتي، فاكر إنه كده هيركب في الإدارة. أقسم بالله ما هيهنيه على ساعة واحدة فيها. أنا عايز أعمل توكيل لساهر عشان يدافع عني. طلبنا من ساهر انه يمسك القضيه ورافض. ساهر اتغير قوي معانا احسن من ساعه ما اتقبض عليك. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحقيقات النيابه. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمله توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدود يا استاذه. جرايا يا امي ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا ام، انت بس ادعيلي ادعيلي وربنا كبير. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. يا رب يا ماما. يا رب يا رب. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلال ايه؟ طار عنده حق يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق. لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميتي. طب ايه رايك؟ نحتفل ونجيب تورتايه كبيره. تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتع الكتعه. لا عجل. ولا اقول لكم ثلاث عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر ونوعدوهم ان المره الجايه مش حيجتمعوا على دم عجل، دول حيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدياب، بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضه كتير.
أنا رأيي نرجع لفكرة وهدان ونجيب ترطاية بس تكون صغيرة. لا أنا قلت تلات عجول يعني تلات عجول. ايوه يا سيدي ياب، بس ده احنا بنقول يا حيطة دارينا. وهنلاقي فين حيطة دارينا؟ في الهو اللي احنا فيه ده. بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجة. انطقوا. ما فيش اخرس اخرس يا وهدان. انا قلت لك 100 مرة ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمة ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعة جفت وبانت ضفادعها، والست حكمة ما بقاش حيلتها حاجة من ساعة ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف عليا المدة دي كلها؟ انطقوا! اللي بيصرف اخرس يا وهدان. ايه هو اني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده اني لحم كتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقة يا سيد، طاير هو اللي بيصرف علينا بقاله فترة، بس ما كناش عايزين نقوله لك. حملوني الوحدة دلوقتي. اتقلبوا! دايما كاسر فرحة لي، مفيش فولة بتتبل في بوقك. قدام. بتتبلوا على حسين يا ضلالي؟ يا ابني الكلب احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. كل واحد محترم مش واحد ضلالي وابن 60 كلب. ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى ضلالي؟ ولا انت واخوك فاكرينها سبهلله وعايزين تقوموا على وش الفته؟ انا موتك يا حامد، انا موتك. محمد ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ ده واحد كذاب يا فندم. يا باشا انا متمسك بحقي وعايز احول له التحقيق. راعي ظروفه يا اخي، انت شهدت على اخوه ودخلته السجن. يا باشا هو انا اتبليت عليه يا باشا؟ مش هو اللي كان مظبط معاهم ومقرطصنا كلنا؟ بقول لسيادتك انا شايفه بعيني دي وهو بياخد الشنطه من منصور قبل العمليه. حسام الهلالي اشرف ضابط المديريه هنا، وانت عارف كده كويس يا حامد. دي الصوره اللي كان راسمها لينا يا باشا، انما في الحقيقه انه فاشل وما عندوش ولا ذمه ولا ضمير. انت اللي فاشل وابن كلب. ثابت صراف صراف. حسام اخويا لا يمكن يعمل كده، انا متاكده انه بريء. طبعا من يشهد للعريس. قصدك يا طنط؟ قصدي انت عارفه كويس قوي. وحضرتك لسه بتشكي في حسام لحد دلوقتي؟ انا كنت الاول بشك، بس بعد ما قبضوا عليه اتاكدت. اتاكدت من ايه بقى؟ اتاكدت يا حبيبتي ان العصابه زادت واحد باخوكي، ولما غدر بيهم حبوا ينتقموا منه في بنتي وقتلوها. اصمت، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. انت تخرس خالص. حاضر حاضر. سكت لي يا ساهر، ما تتكلم. تتكلم اقول ايه؟ انت مش سامع مامتك بتقول لي ايه؟ بصراحه ماما عندها حق، ولو انت مكانها هتقولي اكتر من كده. عندها حق؟ ده بدل ما تصبرني على المحنه اللي انا فيها. واحنا مين يا حبيبتي اللي صبرنا؟ ها انا بنتي ماتت في عز الشباب اهو بسبب اخوكي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا بنتي عشان خاطر. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تتخلى عني وانا في عز محنتي، لكن ربنا كبير وبكرة يظهر براءة حسام وتعرفوا انكم ظلمتوه. ايه قابليني يا حبيبتي؟ انا مش هرد عليكي، عشان لو رديت عليكي هغلط فيكي. سامع؟ سامع مراتك بتقول ايه؟ مش هندا اتكلمي مع ماما باسلوب كويس. اسلوب ايه؟ ما انت شايفها من الصبح نازلة تريقة وتجريح وشماتة فيا انا واهلي، وانا صابرة وعمالة امسك في اعصابي، انما لحد كده وكفاية. كفاية يعني ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هروح بيت اهلي، ولما جوزي يقدر يحفظ كرامة مراته وأهلها يبقى يجي ويرجعني. الباب يفوت جمل في 60 داهية. استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش عارفة ألاقيها منين ولا منين، من حكاية حسام واللي جراله ولا حكايتك أنت كمان يا شهندة. معلش يا ماما، ما أنا كمان غصب عني. آخر حاجة كنت أتخيلها إن ساهر يقدر يعمل معايا كده. معذور يا بنتي، اللي ماتت دي أخته لازم يحزن عليها. وانا واخويا ذنبنا ايه؟ منها لله بقى امه، هي السبب في كل اللي بيجرى لنا ده. ست مجنونه كده وخيالها مريض. معلش يا بنتي، معلش معلش، نعذرها برضو دي ام. ربنا يكفينا شر حرقه القلب على الضنا يا رب. والله العظيم يا ماما ما حد قلبه محروق الا انا. بقى ساهر اللي انا حبيته واخترته من وسط الدنيا دي كلها عشان اكمل معاه حياتي، يقدر يعمل فيا انا كده؟
صدقيني يا حبيبتي ان شاء الله هيعرف الحقيقه وهيرجع لك تاني وهو اللي هيعتذر. يا بنتي انتوا مالكوش غير بعض. ما هو انا يا ماما كنت متخيله كده زيك بالظبط، لكن مع اول صدمه في حياتنا علاقتنا بدات تنهار. يا رب التوف بينا يا رب ورجع لي حسام بالسلامه من الازمه اللي هو فيها يا رب. ايش انت مالك فيه ايه؟ نفسي يا ماما غمت عليا فجأة ودايخة قوي. معلش يا حبيبتي يمكن عندك شوية برد، أقوم أعمل لك حاجة سخنة. مش برد يا ماما، مش برد. أمال إيه؟ أنا حامل. ما تزعلش نفسك يا محمد، إن شاء الله شدة وتزول. طب وإيه الحل حضرتك؟ مفيش قدامنا غير إننا نستنى ونشوف القضية هتوصلنا لإيه. والله يا ابني أنا متأكدة إن حسام بريء، وإن شاء الله ربنا هيظهر براءته. ان شاء الله يا محمد، بس انت سيبها على الله ما تضايقش نفسك خالص. ان شاء الله. هو حضرتك ما تعرفش تعمل حاجه تساعد بيها حسام في الموضوع ده؟ انت عارف يا محمد انا مركزي حساس قد ايه، والداخليه طول عمرها في القضايا اللي زي دي بتقف على الحياد، والقضاء مبني على البراهين والاثباتات وبيحكم بالاوراق اللي قدامه، وانا لو بايدي اقدر اعمل اي حاجه مش هتاخر طبعا. مفهوم مفهوم، ربنا يقدم اللي فيه الخير. معتز صحيح كان صغير بس كان كبير بأخلاقه وطيبة قلبه. قالت أنا اللي مت وهو اللي عاش. معلش سر عليك يا حاج، ما تقولش كده من فضلك. وفي شر أكتر من اللي أنا عايش فيه. عايش إزاي من غير ما أشوفه ولا أسمع صوته؟ ربنا يصبرك ويصبرنا. تعالي يا ملك، تعالي يا ملك يا حبيبتي. من النهارده انتوا في كفالتي، وتروحي تجيبي شنطتك وتيجوا تعيشوا معايا. متشكرين يا حاج بس مش هينفع. وايه ده اللي مش هينفع؟ ملك دي بنت ابني، يعني حفيدتي، يعني لازم تتربى في حضن جدها، اتدفى بيها وتتدفى بيا. انا ما اسمحش ابدا انكم تعيشوا لوحدكم. بس يا حاج احنا مش عايشين لوحدنا، ما تخافش، احنا عايشين مع مامتي واخويا، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم. وبعدين اي وقت حضرتك عايز ملأك هجيبها لك. على عينيا، على عينيا انكم تعيشوا بعيد عني. ربنا يخليك لينا يا حاج، بس صدقني كده احسن برضه عشان منير ومراته يبقوا قاعدين براحتهم في البيت بدل ما نبقى قاعدين فوق بعض. براحتك يا بنتي يا حبيبتي، بس لازم تعرفي ان البيت هنا بيتكم وبابه مفتوح لكم باستمرار. ما نتحرمش منك يا حاج. خدي يا حبيبتي. ايه ده يا حاج؟ ده مبلغ تعيشوا منه، وليك كل اول شهر مبلغ زيه. لا متشكره يا حاج، ربنا يخليك. هو ايه ده اللي متشكره؟ ده حقك وحق بنتك. واوعي اوعي ترفضي فلوس اديها لك، مش كفايه اتحرمتي منه كمان عايزه تحرميني انها تكفي ببنته؟ لا والنبي يا حاج، النبي ما تزعل نفسك. متشكرة يا حاج. وأي حاجة تعوزوها أنا تحت أمركم. ولا عايزاني لما أروح، لما أروح أقابل معتزة لا يزعل مني. لا يا حاجة ما تقولش كده، ما تقولش كده. وبناء على ما قد سلف، فإني أطالب سيادتكم ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة إليه. خلاص يا أستاذة، خلصت مرافعتك؟ في كلمة أخيرة بس تسمح سيادتك إن أقولها. اتفضلي. هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمة. القانون دايماً بيحكم بظاهر المستندات، لكن روح القانون دايماً بتبحث عن العدالة فين ما كانت، حتى لو في أدلة وشهود. وكتير من القضايا كان فيها أدلة دامغة على الإدانة، لكن في الآخر استقر ضمير المحكمة على عكس ذلك. سيادة القاضي أنا بعترض، دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة. الاعتراض مرفوض.
اتفضلي كملي يا استاذ. كل اللي عايزه اقوله سيادتك ان موكلي كان طول عمره حسن السير والسلوك، والكل بيشهد له بذلك. ده غير انه ضابط مسؤول عن تنفيذ القانون، وله كتير من الاعداء اللي بيتمنوا ان هم يلفقوا له قضيه عشان يخلصوا منه. فمش معقول ان احنا نساهم معاهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمسك بسوء. لذا اطالب من هيئه المحكمه الموقره بالرأفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه. وشكرا. الحكم بعد المداولة. محكمة! ماشي ان شاء الله برا. ان شاء الله. يا نجيبي، ده الدم عمره ما يبقى مية. قصدك ايه يا عاد؟ قصدها انك تخفي علينا شوية انت وابوكي واخواتك، لحسن احنا خلاص هنطج. ما تطج ولا اعلى مفخلكم اركبوا. وليك ده بس يا بنت الناس؟ ده احنا مهما كان بنات عم ولا ممكن ناكله في بعضك. ده بدل ما توقفي في ظهرنا. وبعدين احنا بنطالب بحق ابونا واخواتنا في الارض، ما احناش طالبين منيكم حسنه. وانا ايه دخلني؟ روحوا لابويا وقولوا له. ما انت عارفه اننا بعتنا رجالتنا ورجعوا جفاهم يجمر عيش. رجالتكم؟ رجالتكم لا بتهش ولا بتنش. وانا ذنبي ايه هاد؟ وبعدها لك يا نجيب اتحشمي. انا قول اللي انا عاوزاه، واللي مش عاجبه هنا الباب يفوت جمل. يا مري انت بتطردينا من بيت ابونا؟ قلت لكم سيبكم منيه. ما هو الخسيس لما يتحكم يفجر. اخرسي قطع لسانك. لسه برضه شرك فاير. بس مش عليا يا بنت علام. عليكي وعلى اللي اتشدد لك يا حكمت. وان ما عدلتيش حالك المايل ده هعدله. طب ما توريني كده يا بنت علام، ولا تحب اوريك اني؟ واه، جبت منين قسوه القلب دي كلها يا نجيبه؟ هي ما تحت السواهي دواهي. الله يرحم لما كنت زي القطه انت واهلك كلهم. اخرسي قطع لسانك انت وهي، واللي هسمع لاحظ هقطعه. ربنا يريحني منيكم. وبعدين يا حكمت هنعملوا ايه في البلوه دي؟ بزياده كده كلنا طفح وما بدهاش عاد. محكمة! يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط.